وصلت رسائل عندي في الخاص لامرأة في غاية الانهيار، ولا تلام، أخوها محكوم عليه بعشر سنوات سجن، ترسل لي مقاطع صوتية وصورة الحكم، هذا صك الحكم، وإذا قدرت أحاول. وأنا أطلع في عدد المحادثات، وجدت أنها مراسلتني تقريبا قبل سنة ونصف، وكانت كذلك في غاية الانهيار والعصبية بسبب أنه لم يحكم لها في دعوة نفقة ماضية، وكانت تطلب يعني استئناف على الحكم وكذا، وكانت منهارة قبل سنة. لو سألتها قبل سنة ستظن أنه لم يصب بمثل مصيبتها أحد، وكأن الدنيا وقعت عليها. لو سألتها الآن إيش أخبار النفقة الماضية بتقول لي يا شيخ أنت فين وإحنا فين، أقول لك أخوي محكوم عليه بعشر سنوات تقول لي نفقة ماضية. سبحان الله، الإنسان هكذا خلق هلوعا، إذا مسه مجرد مساس، لم تقع عليك المصيبة، مجرد أن يمسك أدنى شر جزوع، أعطوني رقم المحامي ويبحث ويسأل ويروح، جزع يصيب جزع لأنه لم يحكم له. ولذلك أنا دائما أوصي أنه الإنسان يحجم قضيته على الحجم الذي تستحق، ولا يبالغ في نظر الأمور، وينزل الأمور منازلها. ترى في النهاية حكم لك، لم يحكم، ترى ليست نهاية الدنيا، حياتك لن تتوقف على هذه القضية، بل ستنسى في يوم من الأيام أنك دخلت المحكمة أصلا. نعم طالب بحقك، لا تتنازل، لا تسكت، نعم أعلم أنه سيصيبك نوع من القهر، ولكن في مثل هذه اللحظات تعلم لماذا خلق الله الجنة والنار، وتعلم أن هذه الدنيا ليست دار وفاء بل دار ابتلاء، والوفاء تأخذه يوم القيامة، ولذلك ستستكمل إجراءات هذه القضية ولكن في دار غير هذه الدار، والقاضي فيها ربك عز وجل. شكرا لكم.